تسلم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد 12 سفيراً جديداً لدى جمهورية مصر العربية. سعادة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، سعادة سفير جمهورية بوروندي، سعادة سفير المملكة المغربية، سعادة سفير الجمهورية الفرنسية، سعادة سفير جمهورية ألبانيا، سعادة سفير جمهورية السودان، سعادة سفير جمهورية العراق، سعادة سفير جمهورية كوت ديفوار، سعادة سفير جمهورية الصومال الفيدرالية، سعادة سفير جمهورية موزمبيق، سعادة سفير المملكة العربية السعودية، سعادة سفير جمهورية طاجكستان.